ما في ولا طريقة. مجنونة أنت، في 100,000 طريقة. أعطيني طريقة واحدة بتنفعنا. لازم أختك تبطل تروح على الشركة، لازم تقعد بالبيت. شو يعني؟ بدك إياها تقعد بالبيت وما تروح على الشركة؟ كيف بدها تصير هاي؟ أنتو بتمنعوها عادي. أعطيكي مثل يعني، تسخنها شي سخوني هيك كتير كبيرة وتقعد بالبيت، فهمت علي؟ ما رح تزبط، فكها بطريقة تانية. ماشي، رح فكر بطريقة تانية. منها وتموت أولك كلها موت. مرحبا. أهلا. أكيد عرفتيني مهان. أكيد التقينا مرة واحدة لما جيت أنت وطارق كرمال تدافعوا عن سرقة زيت. هيدي واحدة من الأشياء اللي بتنحسدي عليها، ذاكرتك قوية ما شاء الله. شو سبب الزيارة؟ شو سبب زيارتي؟ في عندي مشروع كتير مربح، قلت بمرق عليك وبعرضه، بركي بتوافقي. قبل ما تحكي، مين الممول الأول؟ حضرتك، حضرتك الممول الأساسي للمشروع، وأكيد عبالك كتير مربح. وشو المشروع؟ المشروع هو عبارة عن استيراد قطع لسيارات فخمة وحديثة، وطبعاً مع خبراء صيانة كمان. مشروع فاشل. ده لا لا، ليش فاشل دوموزيل؟ عم بقول لك المشروع كتير مربح على ضمانتي. شكرا. أنا هيك مشروع ما بحب فوت فيه، ما عندي الخبرة الكافية. يا ريت بتلاقي مشروع تاني. بفهم منك يعني إذا لقيت مشروع تاني ممكن تفوتي معي؟ لا. كأنه زيارتي مش مرغوب فيها، صحيح؟ مزبوط، مش مرغوب فيها. طيب في اعرف ليش؟ لانه كل حدا من طرف زيد او طارق انا ما بحب شوفه ولا بحب اتعامل معه. حبيت صراحتك، صادقه. الله معك. زعبتك؟ ايه زعبتني، زعبتني من وراك انت يا طارق. من ورائي انا؟ شو خصني انا لتزعبك من ورائي؟ بالله؟ ما بتعرف حالك؟ ما بتعرف حضرتك شو عامل لسيما؟ بتكب حكي على الطالع والنازل، شو بدي اعملها يعني؟ ما بكب حكي ولا شيء، سيما بتكرهك، لك بتكرهك. طب فيك تروق وتخبرني شو صار معك؟ ايه رح خبرك. رفضت المشروع، بتعرف ليش؟ بس لاني صديقك. لك يا خي بتكرهك، ما بعرف شو القصة. لك اذا بقول لك كيف قابلتني باي وجه يا زلمة عن جد مش عارف كيف بدي اقول لك. لك بس لانك بتكرهك بحياة عمري مش شايف حدا هالقد بيكرهك. هات لكين هيدي البنت مصرة تضل واقفة بوجهي، مصرة تضل واقفة بوجهي وبوجه يارا. ما بعرف والله ليش بتكرهك هالقد، وشو جابني انا على النص ما بعرف. شو هي بس بتكرهني لإلي؟ بتكره امي وبيي وعائلتي كلها. تخيل، تخيل عم تحارب بيي بالشركه بدها تطلعه لبرا. ليك حبيبي، هذا الشيء بخصكم وما بخصني. انا شخصيا ما بقى بدي روح ابدا لعندها لسيما. وانا اصلا ما بدي اياك بقى تروح لعندها. عال دانا؟ نعم. اعملي فنجان قهوة لعلاء ليروق أعصابه. يلا تكرم الله. ما عاد في عندي قلب تيحس غني، ولا عاد في عندي دمع يكرش بعيني.
اهلا معلم. ايوه معلم. من بكره بتبلشوا الشغل؟ ايه بتضلوا بعاد عن الفيلا وما بدي اي غلطه. شو فهمتوا؟ مع السلامه. بابا وزيد كمان. زيد نحن عايزينه هلا ليشهد على زواج مها من صائب بيك، بعدين بتصرف.